بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وناكسن وعنا وناكسن تعوضي الميل كاستا يمر والبو ادونا دا دعالة دا دكا تشوكتا ناما كغنو شين مرلواد وحكو سودوا تنبرنا مشكني كنا سكال سنتي في او انو هادا هم بيدين كسو قدنو كال سنتي في حرون تانو كل انهي مغالة دا لندن تعوضي اصاو براتين ببنوانشكو حيديتو غارسيا MCC ايو وليبا كالتون عمر او اهدا دياش برا مشكا على بها ادمار براتين دا 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 دا. كل MCC ملا وحيلته إن مقع يقول لك بسنا كر الله إياه أما عمر هذا الكم يجرو قلتهم أما مقع عاسو يلاش على هذا لكن سوى MCC يعني كتون مس عبد الله هي برنامج كيدين هو قامين إني مر ول برن دعوة يا الوقتين برنامج كوحة أو هوني هاي أي وحيا بعنا هبين ول بهالك مفيد كل صوت فريسانه سأنو قوة قادنا عويسك هل كان إسلام أركان آدم كو هل كان نقص قدسان وحاء هاي سنة هذه نقطة مرتي هذه نقطة مدلة هذه نقطة هسا إيه هذه نقطة شكوين عادي هذا حيس بدن بانجي أم سي سي بدي أربعة نريدين هاي أنا أقول هالكم حلو دكوا هاي ناشكوين عادي هذا حيس بدن أو رنتي عادي هذا غير دون تان وح أي نور دير برنامج كو أنا عادي هذا تعلنا إن آ نقص قدسان هذا هاي سنة سلام هذا هاي سنة شكو عادي هذا حيس بدن إيوه إذن كو هالكن كده سنكر رحم باليدي أو إذن فرن إيوه ولي بعد كين أو هالكن كنت تشابين كرتان فرصة دان كالسن أي إذن كفرن تي في عالم جاي كالسن تي في أي إذن كفرن تي فرصة دا إن هالكن قفل بعد كيس وكنت تشابين كره هدو هيسي كره هدو علية يا هدي كلبة وحلا يرضى أمريكان أيضا وصوكا قام فرصة مركو قارس أم سي سي بلادهم كسدوينيا أدبادو ما سنتها كالتون موسو وحن كلاي هاي إن مرلا بادي مرسة دحاد باحل مام هذا الكمجرو حدي مقع عاقا عن سحواي وحي هرتاشي ورقة دير أو تهنيه إيولي بحن باليه كجران أو مقع عاقو صدح جركو صول الله باني ساس لألي قيدو حلقي يابانو اسويدينيه إن مالها كالتون إن مقع عاسي دمرك أدبي وستعمالان ما دام التضبات كان يقوده إيسا أنا أركي صدح ورقود أو ينو صدرين قار كميدا صاحب الله برامشك إنت بدون كوحرن أو كجرتو مقع عاقا كالتون ساس لألي قيد مركو حلقي يابانو هذا الكمجر كالتون إن ولي وحن مالها صاحب الله مالها كايل دحكري مالها قبر عمر لي رضش عشان مالها سكحاد قبر عمر عديد اللي يراد لي قبر عمر اللي يراد وجريت كالتون صور نكد عمر عمر يا ايدي اوف كورس ها برامج كالتون وحن اقصونا انت بدن صاحب بدا كحرنا تضبات كاسي وررك اي برامج شدا اي تي فيقع كالسن اني كنا صان برامجك برامجكو وا برامجك هورو انو غبرتين ان اردين كو سوق بنو وحيابي حساب بدنا تضبات كاسي نسو غاري اي كمديين شيكوينكا اي وليبا فريمها انت بدن اندي كرنو وحيابا اد كو قسلك بدن تضبات كان وحيابي حساب بدن ايان ادين انا صاحب يال وحنا كميده او انا كمرنين ان ادين كو برامج كان غلا قيب كشان مادام برامجكو يها برامجكيني انا كون انا ناي برامجك انت بدن ديار ونحن ان هلكا ادين كو سوق بنو وحيابي تضبات كاسي نسو غاري كالتون وا سو سارها برامجك تضبات كاني ايدنا كغم هاد علنيا مادام يار اني غان هرجب سنحي والله في رجعت كي نروح بطن أنا كل قدر يوم يس بدله محمد عادي أبدو ما هتصنت هاي بشدة قيمة على برنامج كقولين كنا سكت سنتي فينا عادي عادي نو وجو متقارن بوجادين هنا عادي نو نجوم هتعلنا هنا بشدة أنت نساق الشاء نوقع ده ساعة أنت نوك أنت شيكو إنك حيسا هلا أنت نوك أنت يا أنت بر كحرن برنامج كن كنا سكت سنتي في أنت بروح عندنا هنا إن أنا عني محمد إسكود الدومني يكل سنتي في شغالة كشغل إسكود الدومني بقى إنه هلكن عادي عادي نكمل هتعلنا وحيلتها إن تقعنت هذا كوه يصير فرين وعندون إن أنا هكذا كنت بينه. أهلا وين كرتونا يا ورقد وجوهر يا ستة طبعات كان يقعنت هذا كسر عدنا سيب كانوا ويا لتي إن البرامج كده فرق كده كان واحد هاي ورقد دل الشاح أو لادريو إن وحليري عبد القادر فارح داهر إيه وربا أفدي سه ما قال سيد الخالقة فرحيه يوسف أيا ليري صاحب هذا دريا فرين تا أما هم بليه دل الشاح واحد يكليين مقاعد هذا كرتونا محمد عبد الله محمد محمد عثمان محمد محمد محمود محمد إيه وليبا عبد الرساق محمد جامع الله يخانو عيال كحافظة سدوا كل واحد يري أباح محمد أباحينا أي لغون الناس شمسه محمد العرب أي لير شمستي شمستينا شمستينا أي لير إيه وليبا ما أصحاب كلو هل كانوا كقرن مقاعد للسوق الجابيه واحد ليري علي إيه واحد ليري عبد الرساق موسى عثمان أي ليري إنك سوا مقاعد وسدحنا للصورة ماسترين وحن فيليا إن دمان أيهين صاحب هذا أنت بضن إن وح دري حد يدعى اللي يري إنك سوى قراءة كفرتو أي وح بدن إن إسكو قسنت هاي بل سوى حن إسكو ضيء إنا فهمه مقعد يدان إنا إسلا صعدان كالتوني إن كلا إن لما تد كان وح ودريان دل شذا سعي اللي يري محمد يرى أول يري كل شيء دل كان نوروي إن وح جرى لبط تطبات إحنا مالنا يا إن تطبات كي هرق ورقد أنا يانا لص دري بل سها بل ستطبات كاني أيام جعل سنين أو أخرنا waxaan leenahay adeer soo barbar noqo mid dadkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa ba anfaca oo waxaan ku leenahay ilaahay ha kugu samada badbaadiyo oo wanaaga adduunyada ha ku bado akhrana waxaan maraynaa jannada
أنا كنا حنولين هاي أنا قوي سكودة دوبان المهاير صبر باركي تلكيسة دين تيسة أنفع والد كي أنفع أنا قبعا نولين هاي إن شاء الله وحن عاو كوهاي شيكو ليري دالين يرادا دالين يرادي برقي هوري تعالك سيدة أي متغانا شكان سيقاي ودي تشيرين مركا وحليري مكا دالين يرادا إمكا شكان سيقودو كوي برقي هورا وحليري كموكوين باليري مركا أدوك ما دعمد إن دالين يرادا هاي وكلتها إن الشركة ده كرة عايزين وتلوك لو تلو أنا جوا حلي نص قديم ولا إيه، مركا إن شو كان سكبر جهرة شو كان سكيم كتاعن كيف بتقيم الله سينها؟ إن كالتوني وقذبك أنا في لقيه إن أدوك تلاقي شيء الصاحب هذا برنامج كل حرنا جلقة بقعتان مركا قد كتلفون كأسوق جلان إن كبعد سلانتا يقولي بقى حنبلي ذا إنه سيدان أما هي سهلة ما جبيها هذا وحن في لقيه أنا جو وحن هندو أنا ضد كرة يجود ضمبي دونه waxaan jecel lahaa dad badan raayigood inaan dhageysto siiba adiga raayiga aad ka aaminsan tahay kulli xasaawaha ama kaltuunaya ama shukaansigu wax badan ayuu aaminsanahay in ku kala duwan yihiin dadkii hore iyo dadka maanta jooga oo aan aaminsanahay in farqi weyn u dhaxeeyo een waqtigii hore shukaansigu wuxuu lahaa wadiiqo iyo qaacidooyin iyo waliba een sharciyo loo maro balse xilligaani wax badan baa iska bedelay san filayo oo waliba adigu aad ka mid tahay dadka xasaawihii hore saameynta ku yeeshay xasaawahana saameynta xoog leh ku yeeshay een kaltuun waxaan dhigi karaa shukaansigii hore iyo shukaansigaanbu waxaan jawaab ka bixi karaa saaxiibada barnaamijka laga qayb qaadanaya ee qadadka taleefannada wixii saacadan ka dambeeyay u furan yahay oo aan rajaynayo in aan dhigi karo waa sheeko aad u xiiso badan laakiin si waxaad noo soo diyaarisay miyaa jira ka hor intaan uguda galin qodobka dooda kolay anigu waxaan aan mataqaanay aan soo diyaariyo waxa weeyaan shukaansigeenii barigii hore dadku say isu shukaansan jireen ayaa waxa jiri jiray in ay dadku wadiiqooyin yacni isu soo mari jireen kuwa imika layso maro ka duwan oo ay ahaan jirtay inuu qofku usoo rafaado qofku markuu qofka doonayo inuu rafaad aad iyo aad u dheer soo maro bikos aaladahan imika soo noloshii soo fududeeyey mayba jirinba technologigan imika la isticmaalaya mayba jirinba markaa waxaa jiri jiray inuu jacaylku markaa shukaansigu berigii hore uu qiimo weyn ku fadhiyi jiray maadaama uu qofku rafaad aad iyo aad u dheer uu soo mari jiray waxaan jecelnahay daawadayaasha dee nala soo xijiday khadka telefoonka soo gelayaana in ay iyaguna ka dhiibtaan rayigooda ka dhiibtaan kan imika yimi kaasi maadaama uu rafaad dheer soo geli jiray wuxuu noqon jiray markaa dee wax qiimo laho culusoo mataqaanaa markaad qofkaa heshid aad ku dhigtay la rafaad buu soo martay kanna wuxuu noqday just click the sender internetkaad gelaysaayo dee you send and then you send and then you send markay wixii wax noqonaya waxaan mataqaanaay aan qiimo ku fadhin qofkii markaan heshidna dee kula noqonaya qof aan mataqaanaay aanad wada dheer u soo maray tacab aanu kaa soo maray oo aad dee si aad iyo aad u fudud aad u heshay marka dadkii saasay badanaa iminka u furitaanka iyo kala cararka iyo guri burburki iyo jacayl burburki baa inu rahne uu ku bata kaltuun ma la dhihi karaa mar haddii adduunyada isbedeshay casri badanna uu yimaaday shukaansigii wax badan ayuu iska bedelay sida guurkiiba wax badan iska bedelay sida dhaqankii dhallinyarada iyo weliba noloshuba ay wax badan iska bedeleen sidaas la-adligeed dhallinyaradu wax badan bay iska bedeleen update isku samey ayaan maqli jiray mararka qaar aan soo xasuuda qaar ka mid ah dhallinyarada update isku samey waxaa lagu ogaa kaliya in kombyuutarkii ama aaladaha technologiyada inta badan updating lagu sameeyo sida waxyaabaha programyada mobeelada lagu shubto ama appka wax loo yaqaano ama play store wax laga soo download garey kaltuunay ayaa waxay ku dhahayaan upgrade ku samey update garey ama waxaani latest fashionkiisi ugu dambeeyey ama wixii ugu dambeeyey kusoo kordhay ku shubo mobeelka ama kombyuutarka saas la-adligeed dhallinyaradii update isku samey ayay ku leeyihiin markay aad kaa maqlaan qaar ka mid ah erayo ama hadallo dadkii hore ka mid ah shukaansigu laftirkiisa waxaan aaminsanahay in la dhihi doono update isku sameeyo update yar jacayl jacayl in lagu sameeyo aw jacaylkaaga update garee kulli way jirtaa waxaan weekend doonayaa inaan adigan kula qaybsado bishadeena daawanaysana la qaybsado waxaa jirtaa inama fara badan oo hablaha markay doonayaan inay guursadaan yacni rafaad aad iyo aad u fara badan soo maraya mataqaanaay hadday doonayaan in ay dee ay shukaansadaan oo ay ku yacni dee ku jiida say berigi hore ahaan jirtay dee namay doonaysa aan ku guursadayahaa ay isku raaci jireen markiiba ay sheekadu way kusoo koobnaan jirtay ama bil ama dee week ba ay kusoo koobnaan jirtay ayaa iminka waxay noqotay wadiiqo aad iyo aad u dheer bay noqotay markaa inankii inantii uu iskala baxayaa wuu la ballamayaa suuqu la tegayaa cashuu soo siinayaa wuu soo celinayaa haddana arrintiisan hadday iska soconaysa marka waxaan arkay inan dadkan aan soomaali ahayn laakiin africa ah marka arrintaasi aad iyo aad ku xanaaqday
waxay iga qosiyay waxaan ka arkay aradan waxaan ka daawaday Facebook aan ku arkay inta soo xogsatay waxay tiri I don't need you cuntadaadan aad habeen walba isoo kaxaynaysay ma u baahni way tiri tayr baan ka taaganay sadda dambe taa isoo wadaa tii cuntada insiinaysay waxaan u baahanahay wax weyn in aad aad caaw halka adigu aroosid hadii kale inuu kala yaan ahayn marka ninki jiq bay gelis jiq ay kaga dhigtay ninki ninki wuxuu deesago shocksan oo naxsan ila wuxuu islaashay arintaas kaas cuto waliga yala aad iska wadaysid buu islaahay dhawna hadhawna markay deeyay ma taqaanaya sheekadu dheeraato dee mid kale cusub buu helay u diga ruganaya muxuu marka iyadii way fahantay moqti waxay istiri inta aanu ka xaysa dhicin arinta jiq kaga soo dhig oo qaban ninka sidii bay ninki ku qabatay gabadhii ayuu taqaanaya ku tiri fargal buu yiri ma hayo halkan ugu soo saartay faraawl yar waxay tiri kanba fargaleed kanba fargal iga dhig marka aaladda waxaan ka arkay iyadana internetka aaladda waxaan ka daawaday Facebook ayaan ka daawaday waxa ka dhacay qodob badan innamadu inay hablaha caajisiyaan in badan ay jiidaan kaltoon waxaa jirto inta badan dagaal u dhaxeeya ragga iyo dumarka kaasi ma aha mid maanta soo bilaabay muddo ayuu soo jiitamay waxaan ka baqayaa dhexdeen inuu ka bilaabo tamam tamam adigu naga taagan tahay anaa ka bilaabay taaganahay come on muddo ayuu soo dhaxeeyay wax badan ayuu soo socday laakiin waxyaabaha ugu xiisaha badan nolosha qofka bini'aadamka marka dib loo fiiriyo ama dib loo baaro waxaa ka mid ah kaltoon ay nolosha sidoo waxay ku dhisan tahay guur iyo mustaqbal waxaad fududaynataa dadkii naga horreeyay inay guursan jireen wax guur la'aanaysan aysan ka dhexeynin markay haasaawo ay sameynayaan waxa lagu ballamay ugu dambeeyo ama hadalka ugu dambeeya labada qof ay wada gooyaan waa guur iyo nolol fiican inay helaan saas la aldigeed haasaawaha dhirarka badan weliba in habeen walba cashar isla aada ama meel dhar isla tago waxaan u malaynayaa macno badan ma sameynayso waxaan rajaynayaa in wax badan ay iska bedeli doonaan balse qaladka taleefanada kaltuun waxaan jeclaa lahaa qofka ugu horreeya ee nasiib ku yeesha barnaamijka inuu toddobaadkan nagala qayb galo ayaan u yeerayaa halow asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay walaal magacayga nuura baymigeen yaro codkaagu iga gaaban yahay dad garu qaadi lahayd nuura walaal baymigeen nuura horu soo gal barnaamijka ku naso kalsan anigii kaltuun baan ku salaamaynaa walaal anuguna salaam qaali inoo diray labadiinaba nuura weli codkaagu wuu hooseeyaa halo may maqlay waxaan malaynayaa inuu injineerku codkeeda kor inta yar qaado halo walaalo ka socotay walaal ii waraa walaalo aad baan kuu salaamaynaa aadna waan kuu soo dhaweynaynaa imika codkaaga toos baan ugu maqalnaa kusoo dhawo walaa barnaamijka maxaad doonaysaa caawi naga qayb qaadatid walaalo walaalo quraxsu aniga habeenkii igu horreysay laakiin aad baan ii salaamay salaama mucaawadka la qayb galay aad iyo aad baan labada iyaduba salaanta quruxda badan le walaal kaaga qaadnay waxaan una jecelnahay marka dambe haddaad nagu soo noqotid oo aad barnaamijka kusii xidhnaatid inaad noo soo diyaarisid hees ama gabay ama sheeko oo aad mataqanaay annaguna aan halka ku wada caweyna annaguna aad baan kuu salaamayna walaal macaan aadaa mudan walaal macaan aad baad u mahadsan tahay nuuro oo noqotay qofkii ugu horreeyay ee nasiib u yeesha barnaamijka inay toddobaadkan nagala qayb gasho markaana gacanteeda waxaa kusoo dhacday mid kamid a saaxiibada barnaamijka ku xiran oo fariin inooga soo diray dhanka emailka oo ah emailka inta badan saaxiibada barnaamijka ay nagala soo xiriiraan si ay fariimahooda noocyadooda kala kadisan ama hambalyaha ahaato ama tahniyad iyo aroos iyo nooco kaleba ha ahaato ay inooga soo diraan iyagoona sidoo kale inoo soo dira sheekooyinka xiisaha badan iyo weliba waxyaabaha qosolka badan ee aan isdhihi karno xilligaas waa xiise gelinayaan saaxiibada barnaamijka kaltuunay warqada ugu horeysa ama sheekada ugu horeysa ee toddobaadkan idiin soo qabanayo saaxiibayaal waa sheeko naga soo gaartay mid kamid a saaxiibada barnaamijka ku xiran oo magaciisa la yihaahdo maxamed yaxye wuxuu yidhi waxaan ku suganahay dalka ingiriiska khaasadana caasimada london saaxiib waxaan ku leenahay waan ku salaamaynaa midda iyo mid lamid ah ayaan hawada kuusoo marinaynaa oo wuxuu yidhi waxaan salaamayaa kaltuun iyo maxamed sheekadaani waxay ku dhacday ayuu yidhi waa sheeko ilo qosol ah oo inta badan laga sameeya dhaqanka iyo dhallinyarada cusub hadallada intooda badan ay adeegsadaan wuxuu yidhi nin reebaadiye ahaa ama reer miyi ahaa ayaa beri kasoo safray miyigii isagoo raadinaya ama baadigoob ugu jira mid kamid a xoolaha uu dhaqdo siiba dameer ayuu yidhi dameerkaas ayaa wuxuu ka luma kaltuunay muddo ku dhawaada bil ah muddo ayuu raadinaya waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in dameerkaasi isagoo raadinaya magaalada uu yimaaday kabacdina cid marti soortay ama cid raadisay ama cid marti qaatay ayuu habeenkii waayey balse nasiib wanaag inta badan magaalada uu yimaaday waxaa aad looga isticmaali jiray dadka inta badan isticmaali jireen hoteelada ayaa la jiifan jiray wuxuu dhahay hoteelkii ayuu jiiftay ninkii markii uu jiiftay hoteelkii kaltuunay waxaa dhacday in qol la geeyey dharka iyo labiska ama nolosha uu ku jiro markaasi
ayaa waxa ay ku tilmaantay ama uu u mafaalay ama uu la ekaatay inuu san ku jiifin karin hoteelka quruxda badan iyo sariirta quruxda badan ee xilligaasi la jiifiyo. Wuxuu yiri malaha adiga lagu uma talagalay sariirtaana, sariirta hoosteeda jiifa. Sariirta hoosteeda ayuu jiiftay, ugu dambeyna isagoo isku qanciyay sariirtaana alaabta dharka ku firaashan ama waxyaabaha gogoshaasi ku goglan ma noqon karaan kuwa adiga aad u qarantid inaad ku jiifatid, maadaama dharka madreeska xilligaas oo ku labisnaa ay ahaayeen kuwa aad laga dareemayo wasakh fara badan, iyo weliba maadaama qof iska reer miyi uu yahay inta badana labiskiisana ama dadka reer miyiga labiskooda ay yihiin dhar iska aan laga isticmaalin inta badan miyi magaalada. Saas la adeeg kaltuna waxaa dhacday inuu sariirta hoosteeda jiiftay. Ninkii hoteelka ijaarayay ayaa